أرضي لا بالهم أرضي لا بالهم يما والهمة طبينا أرضينا بطول يما سكتنا وسكينا عينينا أرضي لا بالهم أرضي لا بالهم. في البداية كنقدم تحية للمستمعين والحضور الكريم وكنقدم تحية خاصة لحركة 20 فبراير وكنقول بان من نهضروا على حركة 20 فبراير عوض ما نقولوا استغفر الله العظيم قبل ما نهضروا على 20 فبراير الا كان عاجبك الدستور خصك تقول شكرا ل 20 فبراير والله يرحم لكم الوالدين اللي فرضتوا الامر الواقع على المؤسسة الملكية باش تجيب لنا اوموا هاد الخريبيشات هادو اللي مازالين واخا هكاك ما كافينش شكرا وما عاجبيناش شكرا. شكرا على واجب شكرا. الامر الثاني وانا كاين هاد لاغيومون اللي كيرجع ديما ديال المقارنة مع المؤسسات الاوروبية. المؤسسات الاوروبية حنا ماشي في اوروبا, حنا في المغرب ما عندناش الاحزاب السياسية بقوة اللي كاينة في اوروبا, ما عندناش مجتمع مدني قوي اللي قادر يراقب المؤسسة الملكية ويراقب العمل ديالها والاداء ديالها. هذا من جهة. اما من جهة اخرى حنا منين كنعيشوا مرحلة انتقالية بحال هذه اوروبا لانجلتير هي كان عندهم برلمان قوي من قبل من الثورة الفرنسية ومؤسسة فاشلة ثانية. دونك النقطة الأساسية اللي بغيت نهضر عليها هي التأويل, هي أن الدستور أنت فاش كنتي كتقول الملك يرأس المجلس الحكومة ويرأس المؤسسة القضائية أنت كتقول هذه مسألة غير شكلية لأنه رئيس البلاد, ولكن هو يقدر يقول لك لا سيدي هذه مسألة فعلية مكتوبة يرأس هي يرأس كنحكم وأنت كدير داكشي اللي قلتي. سالينا أستاذ غسان أشكرك على التدخل ديالك. محمد نعم خويا محمد لا تسمح ناخذ اتصال. أكيد ناخذ اتصال مش مشكل. تعيش شكرا. راك في الخط خويا. مساء الخير شكون معنا؟ ألو مساء الخير. أهلا وسهلا. الاسم كريم عزيز من المونريال. أهلا مرحبا. الرئيس ديالي أخي في البرنامج كنحيي جميع المغاربة وكنحيي حركة 20 فبراير اللي كتمثل ثلثين المغاربة وانا كنقاطع هل الحركه ولان جوابا على السؤال واش الدستور كيواجب على الانتدابات المغاربه الدستور ما كيواجبش على الانتدابات المغاربه البسطاء والدستور كيواجب على الانتدابات ديال الناس مازال السلطه كانوا ايامات حسن الثاني مازال الورثه وهما اللي غادي يطبقوا لنا الالوان ما طبقوناش الالوان اللي كاينه دابا ما يمكنش يطبقوا لنا الالوان اللي جايه. السلام عليكم. شكرا لك سي عزيز. اخويا محمد انا قلتهم قلت لهم كي يقول لكم محمد خلاص انا قلتهم شكرا لك. كاين اتصال ناخذ الاتصال ما خليوش المتصلين ديالنا ينتظرونا. الو من معي؟ الو عتبة سي محمد نعيم معاك نتكلم. مرحبا خويا نعيم. وبكري ما كنتش نسمع في الاكوا ولكن هو باش باختصار يعني في كلمتين انا ما كان مغاربي كما قلت لك يعني عندي غيره على المغرب وعلى الجزائر على تونس وهذا ما من غير اي شك فهمتني. انا سمعت في الحوثيين يحكي هو متقبل معناتها في النقاشات نتاعو وكل شيء هو تبارك الله يعني حماسه كبيره برشا فهمتني. لكن اليوم بالذات يعني مش عارف قاعد يحكي على ادعوا لي كيف قاعد يحكي على سلطنه البرغماوي يعني فهمتني واش قاعد يحكي على المغرب. لا ما حسش ديمقراطية لا ما حسش كذا وإني بيكم تا يا ناس إذا كان أنت ما طلبتش بالديمقراطية ما طلبتش بالحرية ما يعطيها لك حد وهذا فهمتي لكن ما كان السيد اللي قبلي فهمتي ولا قال أنه إذا كان ثم الدستور هدايا يلازم نشكروا حركة 20 فبراير اللي هي حركة فهمتي ولا الأمور باش تخرج الدستور هذا. شكرا لك سي نعيم شكرا لك سي نعيم شكرا على المشاركة. إذن أريد أن أذكر أن النقاش هو حول الدستور الجديد وهل استجاب أم يستجيب لتطلعات ومطالبات الأصوات لنادى التغيير والإصلاحات في المغرب. إذن الآراء والاختلافات يعني القراءات والتفسيرات هذه يعني مختلفة وإنما ستصب أيضا في يعني ما كنبغيش نتجاوز على نقول ما شيء خير للبلاد ولكن هذا شيء مفروغ منه. القراءات كل واحد كيفاش كيقرا الدستور الجديد المداخلات عندنا المتصلين عندنا جمعتوا شويه يعني شويه ردود يعني نتمنى نسمعوا الرد ديالكم على هاد جميع التدخلات وجميع الاتصالات. شكرا. كنت باغي ناجلوا النقاش حول الموقف الاستفتاء ديال فتح يوليوس ولكن تظهر لي ان تدخلات والاسئله استبقت سميتو طرح السؤال ديال الموقف المقاطعه.
واش غادي نعاود يسمحوا لي الاخوان انا لا اعطي الدروس ولكن على الاقل كنحاول ما امكن باش الموقف ديالنا يكون واضح. الموقف ديالنا مبني على رؤيه لهذا الحراك السياسي، مبني على هاد المعطيات اللي كاينه. فشنو هو الصراع اللي كاين دابا؟ الصراع كاين ما بين معسكرين. الصراع اللي كاين حاليا هو صراع ما بين معسكرين، كاين المعسكر ديال المخزن والأدناب ديالو، ناد طبالة والغياطة الجداد ديال الأحزاب ديال سميتو، هذا كلهم هذا لو كلون ديالهم ديال الانتهازيين، ديال الرأسمالية المتوحشين، ديال الصناقة، ديال الشناقة، ديال محترفي الانتخابات، ديال الناهبين من العام، ديال مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية، ديال اللي قتلوا المغاربة، شردوا المغاربة، شردونا حتى حنا هنا، حنا كنناقشوا الدستور المغربي من موريال. لو كان الخير بهذ البلاد، جينا نديروا هنا. كون كانت الديمقراطية في هذه البلاد، اجي نديرو هنا ناقص 60. إلا كاين شي واحد كيحترم المغاربة والشعب المغربي فهو حركة 20 فبراير والمساندين له. تحية للشعب المغربي، عاش الشعب المغربي حرا. قلت كاين هذا المعسكر وكاين المعسكر الآخر. الصراع كاين ما بين معسكرين، كاين المعسكر ديال القوى الديمقراطية، القوى التقدمية، القوى الحية، ومعها حركة 20 فبراير، ومعها جميع الأحرار ديال المغرب، جميع الأحرار والأوفياء لطموحات الشعب المغربي. هذه هي المعركة اللي كاينة حاليا، كاينة معركة ما بين دوكلو. المشاركة، باش نشرحوا، المشاركة وتقول نعم. منين تتشارك وتتقول نعم، كنت موقع في المعسكر الأول، معسكر ديال المخزن، والمعسكر تتقول اش كتقول؟ كتقول نعم لدستور ممنوع، نعم لدستور يعتبر الشعب المغربي قاصر، يعتبر الشعب المغربي قاصر. تتقول نعم لدستور يكرس الاستبداد، تتقول نعم لدستور يكرس المقدسات. ضمنيا دابا راه سميتو لا بيرسوناليتي دو روا ني با على اي راكم عارفين احترام. تتقول نعم لدستور كيستهدف الالتفاف حول مطالب التغيير الجذري اللي كيطالب بها الشعب المغربي. كتقول نعم لدستور كيفصل الصولات في قنت وكيجمعها في قنت، كيجمعها تيفصلها في المقدمه ومن كيدخل سميتو كيجمعها. كتقول نعم لدستور كيسهروا اللي غيسهروا على تطبيقه هما اللي خربوا البلاد، هما اللي خربوا البلاد. كتقول نعم الدستور كيرسخ التمييز ما بين المراه والرجل، رغم هذيك الهضره، لان هذيك الهضره ديال ليغاليتي اونتر لا فام اي لوم كتجيها شي حاجه حداها كتقول وهادشي راه مرهون بالثوابت ديال الدوله، وراكم عارفين الثوابت شنو هي. سي عروس 20 ثانيه باش نكون تفضل. بالمشاركة ديالك كتزكي مسلسل غير متكافئ، مسلسل ما بين المهمشين والمقهورين والمستغلين وما بين لو كلون الآخر. بقولك لا، ماذا تعني؟ بقولك لا تزكي الوجه المزيف ديال الديمقراطية ديال المخزن. بقولك لا. سي عروسي ناخذ الكلمة. إن استمدت لي الوقت ديال السي حسين، يعني اللي كنطلبوا من كما طلبنا احترام التوقيت، لان مازال عندنا واحد المحور ثاني بغينا باش نساليو، ما هو يعني باش نساليو البرنامج. شكرا سي حسين. اوكي غادي نجاوب اخر واحد اللي كان هنايا، لانه ناقض مع راسه، قال بانه المطلب ديال الحركه ديال 20 فبراير هي مملكة برلمانية. ماذا يعني أنه تكون عندك مملكة برلمانية؟ سيكون عندك أحزاب قويين كما الحزب ديال بريطانيا، الحزب ديال الإسبانيا، في نفس الوقت تقول بأن هناك أحزاب ضعيفة في المغرب. فهل يعقل أن نغامر بمملكة برلمانية بأحزاب عيانة؟ يحصل لي الشرف بأنه عندي دي زاختيك كتبتهم في الفيسبوك وطلبت من هاد الناس ديال 20 فبراير اللي متحمسين للسياسة أنه نبداو بواحد الحاجة اللي هي مهمة. نبداو بهذه الاحزاب
اللي هما ضعاف الامناء العامين ديال الاحزاب اللي معشين في الاحزاب اللي حولوهم كشركات عائليه ندخلوا ونعطيو لهم نحاولوا انهم نعطيو لهم اقتراحات باش انهم يحسن الاداء السياسي ديالهم وديروا طوره من داخل ديك الاحزاب السياسيه نحاولوا نديروا تشبيه هذه هي نقطه البدايه من اجل ديك الحاره ديك المملكه البرلمانيه اللي قلتي ولكن ملي تطلبوا المملكه البرلمانيه يا اخي هناك واحد نوع ديال الشعب اللي ما بغاهاش برلمان واش تفرضها عليها قلنا لكم مزيان انكم تمشيو تنتخبوا بلا باش نعرفوا الحجم ديالكم وكل واحد يعرف الحجم ديالو لان الشعب المغربي ما خول حتى شي واحد يهضر سميتو ما خصناش عاوتاني نقول بان حركه عشيه في بيطار على الشعب المغربي كامل نو انا براسي مواطن مغربي ما تهضر بسميت حتى شي حد ولكن ما نقبل حتى شي حد يهضر بسميتي واش هذه هي الديمقراطيه ولا بغيتونا نجسدوا هذه الديمقراطيه هذه يا اهلا وسهلا نتلاقاو حنا معكم اسيدي فنادق الاقتراع صوتوا ونصوت انتخابات نزيهة ندوروا ليها نناضلوا معكم راه النضال ديال المغرب ما بداش غير في 20 فبراير الخوت راه النضال بدا بحال هادي نرجو من الحضور التزام النضال ديال المغرب راه ما بداش مع 20 فبراير يا اخي نرجعوا كاع حتى لهاد 20 فبراير راه في الخرجه ديال 20 فبراير طلبتوا السقف ديال المملكه البرلمانيه والتحد مطلب بانتخاب لجنه تاسيسيه من اجل صياغه الدستور واتحدى تنتحدى 20 فبراير 20 مارس 24 ابريل بمدينه الرباط اول من دعا الى ابعدوا المنوني هي النهج الديمقراطي القاعدي اليسار الراديكالي تحت العدل والاحسان ما قالتهاش كانت تقول بانه بغينا حنا غير الحاكم يتحاكم سيتو حتى البرلمانيه الى حد الان ما متفقاش معاه هضروا معاه على اللائكيه وتشوفوا يعني انه نهار يشد هذا الحكم راه غادي يضربوا بيناتهم راه كلشي تيعرف التاريخ ديال عبد الاحسان والقاعدين راه دوز لافاك وعرفت هضرتو دابا على آية الجيل وبن عيسى شكون اللي قتلو مناضل رفيق في لافاك شكون اللي قتلو عباد الله واش تشوفوا الصراعات الدمويه اللي تيكونوا في لافاك تاع هجدة لافاك تاع فاس لافاك تاع تازه غير الشهر البيت خمسه طل ارجو 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 انا ما غلطتش سي حسين يعني غادي نجبر نضطر انني نسير ارضينا بالحمد